تاريخ شهر الرابع اللي في منطقة المشان القرمة، زين صارت نفس الكرة. أكو يسمونه طريق الموت، طريق الموت أو شبح الموت اللي جاي يطارد هذا الطريق. الحادث صار اليوم الساعة ب 12 ضبط، تعدن البنات، بنات خالي هنا، بنات خالي زين، بنات يعني خلصن ذاك السايد اللي طالع من المدرسة، اجن الى نهاية الشسمة نهاية التبليط، هو مو تبليط طبعا تراوي زين، فبالدقائق الأخيرة سبحان الله. فإحنا إلى متى هذا المعاناة؟ المحافظ إحنا نحمل المسؤولية، وأريد صوتي يوصل، أحمل المسؤولية إلى محافظ أسعد العيداني وإلى محمود البدران بأن يجدون الحل. إحنا ما نسكت مثل ما سكتوا الناس اللي هنا. مناشدتنا إلى حكومة البصرة، جاي نعاني من هذا الشارع شمال البصرة من القرمة لحد القرنة، بعد هسه فوق من القرنة فتحوا سايدين وما أعرف، بس جاي ناشد إنه حكومة البصرة، مجلس محافظة البصرة، بالخصوص محافظ البصرة أسعد العيداني، أرجو منك يا سيدي، هذا جاي يفوت اللوري وجاي يفوت السيارات هاي الزغار الصالون سرعة، جاي تفوت التكتك والستوتة، فأرجو منك إنه هسه أنت خليت لي مرور هنا يعبر الطلاب، هاي مو صورة حل. مرور يأشر لي يسوي له هيك يمشي 160، شنو تسوي له هيك؟ وين الحق؟